مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص تغير سلوك البلابل بخصوص التغريد خصوصا هالايام. وصلنا سؤال من صديق الصفحه غيث المحمداوي يقول: السلام عليكم اخي علي، عندي بلبل وحشي بري يغرد بس الصبح، لكن صار كم يوم ما يغرد، احس تعبان ارجوك. تحياتنا لك صديقنا غيث، وتحياتنا الى كل اصدقائنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال قناتنا على اليوتيوب. صديقي وعزيزي، احنا لسه جاي نمر بدرجات حراره مرتفعه كلش، والمشكله هنا الحراره ارتفعت عندنا مو تدريجيا، ارتفعت تقريبا ما نقول مفاجئ بس شبه مفاجئ يعني، وارتفاع درجات حراره كلش عاليه. هنا البلابل مثل ما تتاثر بالبرد تتاثر بالحر ودرجات الحراره العاليه، نفس الحاله راح تاثر عليها، راح يقل تغريدها عندكم هالايام. بعدها بعد ما راح تستقر حالة البلبل يعني يتأقلم ويا هذا الحر، راح يرجع تدريجيا يغرد مثل قبل. بس هنا أنا أحب أؤكد أنه درجة الحرارة العالية تأثر على تغريد البلبل، تقلله ومحتمال مرات تقطع نهائيا بسبب التلك، لان اكو بلابل ويا درجه الحراره من ترتفع يتلك راسا، التلك يعني قلنا لكم اياها سابقا يقوم يصفي ريش، او مو يصفي هنا بالحر راح يدب الريش الزايد عنده، يعني ريش شلون نقول شتائي يعني كثيف على مود حراره البلبل، فبالحر ينفض هذا الريش، من راح ينفضه شويه البلبل راح يتعب ويقل تغريده. ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتنا لكم.